السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوناكم هذا اليوم لبيان التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع المحطات التي رزمت وأحجرت في قاعة الشرف في مبنى الجند المجهول. أكو إجراءات معينة راح تتبعها المفوضية في التعامل مع هذه المحطات، وهذه الإجراءات راح يبين لكم إياها الأستاذ داود سلمان خضير مدير الإجراءات والتدريب. شكرا جزيلا أستاذ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا عدة محطات في قاعة الشرف. آلية التعامل مع هذه المحطات كان استنادا إلى نوع الخطأ اللي صار بالمحطات، وهي جميعها أخطاء بشرية، استنادا إلى كتاب دائرة العمليات المرقم 923 في 6/10، يعني قبل يوم الاقتراع العام، قبل يوم الاقتراع الخاص، صادق مجلس المفوضين الموقر على هذا الكتاب بهذه الإجراءات. وكانت لدينا 3 حالات بحسب آلية التعامل مع هذه المحطات. الحالة الأولى المحطات التي لم يتم إرسال نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد، والبالغ عددها 3037 محطة. الحالة الثانية يتم استدعاء نتائج من جهاز الفرز والعد إلى عصا الذاكرة وتحميلها إلى جهاز الإرسال RTS ومن ثم إرسالها إلى القمر الصناعي. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية المحطات التي أرسلت نتائجها عبر القمر الصناعي ولم يرسل عصا الذاكرة إلى المكتب الوطني، يعني بيش حالة ما نقدر نسوي مطابقة ما بين النتائج التي جاءت عبر الجو وتلك التي نقلت من مباشرة من جهاز تسريع النتائج. عدد هذه المحطات 504. يتم استدعاء جهاز العد والفرز إلى عصا الذاكرة وترسل عصي الذاكرة إلى المكتب الوطني، يعني الأجهزة موجودة عندنا، جبناها جهاز التحقق وجهاز تسريع النتائج. المعالجة لهذه المحطات هو عمل أجهزة تسريع النتائج ونقل تلك النتائج إلى عصي الذاكرة، ومن ثم إرسال هذه العصي من قاعة الشرف إلى المكتب الوطني مركز إدخال البيانات لغرض المطابقة ما بين النتائج التي جاءت عبر الجو والنتائج المنقولة مباشرة من جهاز تسريع النتائج. عدد هذه المحطات هو 504 محطة. الحالة الأخيرة المحطات التي لم يتم خزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم يتم إرسالها عبر القمر الصناعي، يعني ما استلمنا النتائج لا بعصي الذاكرة ولا بالقمر الصناعي. هذه المحطات عددها 140 محطة. قرار المجلس ومقترح وكتاب دائرة العمليات هو إجراء العد الفرزي يده فقط لهذه المحطات، لذلك هذه المحط يعني هذه الأنواع الثلاث سيتم التعامل معها استنادا إلى الحالة الموجودة في هذه المحطة. نعم. شكرا جزيلا. بالنسبة للمحطات احنا هنا موجودين، المحطات كلها عندنا، الأجهزة حاليا موجودة، جهاز التحقق وجهاز تسريع النتائج، ومن المستحيل ان يكون هذا الإجراء يدوي فقط لل 140 محطة فقط، يعني هذه المحطات 3688 محطة، التعامل فقط مع 140 محطة للعد الفرزي اليدوي، أما البقية فالمفوضية ستتعامل معها وفقا لحالة وجود النتائج في عصي الذاكرة وإرسال تلك النتائج عبر الوسط الناقل إذا لم تصل عبر الوسط الناقل ووصلت عبر عصي الذاكرة. نعم. أستاذ سالم، حيث الشيخ راسم مدار الشيخ بغداد، عدد المحطات 3068، كم المدة الزمنية سنبدأ اليوم في العد الفرزي اليدوي لمحطات الكرف والرصافة الجانبية، الكرف والرصافة إن شاء الله ننتهي منها اليوم إن شاء الله. أما بقية المحطات فاستنادا إلى نوع المشكلة اللي بالمحطة، يعني ما نقدر، لكن خلال يعني حسب المدة المضمونة خلال 7 أيام سننتهي من الكل، لكن نأمل إنه خلال قبل هذه الفترة ننتهي من إرسال جميع المحطات. هذه المحافظات في جميع المحافظات ولا توجد أي محافظات مستثنى. هذه المحافظات تابعة للقطاع العام أو
الاقتراح. بس متى استطعنا القيمة المتوقعة ومتى تتطرح الأسماء النتائج النهائية لمتى الانتخابات؟ هذه تتوقف على آلية التعامل مع المحطات وكيف نتمكن من إرسال المحطات ومن ثم نعلن إعلان، يعني نقرر إعلان النتائج استنادا إلى النتائج التي سيتم إرسالها إلى مركز إدخال البيانات. حاليا اخوان اؤكد على انه المحطات التي سيجري فيها عمليه العدل الفردي اليدوي هي 140 محطه فقط. اليه التعامل مع باقي المحطات استنادا الى الحالات في كل محطه، يعني مو كلها عدل فردي يدوي، حتى نكون على بينه والاعلام يكون واضح للتعامل مع هذه المحطات. يعني 337 لم يصل نتائج عبر القمر الصناعي، ويعني هذا الجدول ان شاء الله سيتم توزيعه على الجميع وكل حاله مع عدد المحطات وآلية التعامل مع تلك المحطات. بعد ان تنتهي المفوضيه من ارسال جميع النتائج سيتم مصادقه مجلس المفوضين الموقر على هذه النتائج وتعلن الى الجميع استنادا الى عدد المحطات التي سيتم التعامل معها والآلية التعامل مع كل محطه. بس اضافه اذا سمحت استاذ داوود، بس اضافه، اكو فتره طعون تعرف يعني انت هاي النتائج بعد فتره طعون معينه، بعد من تنتهي هذه الفتره ان شاء الله راح يكون مصادقه من قبل مجلس المفوضين وترسل الى المحكمه الاتحاديه. شكرا جزيلا.